وفي المساحة القادمة احنا عايزين نتكلم عن الشراكة. وطبعا الحياة كلها عبارة عن شراكة، يعني انت بتشارك شخص حياتك، بتشارك آخرين في نوع من أنواع الأعمال، وكمان هنالك الشراكات الكبيرة اللي بتكون بين القطاع الخاص والقطاع العام. وطبعا عدم معرفة القوانين المنظمة لهذا النوع من الشراكات يعرض مش فقط يعني الشراكات نفسها للخطر، يعرض البلاد كاملة للخطر. يعني احنا لما نتكلم عن شراكات بين القطاع الخاص والعام، بنتكلم عن شراكات في البنى التحتية، شراكات في التجارة الخارجية، بنتكلم حتى على مستوى يعني الأشياء البسيطة، يعني في مجال الزراعة، في مجال الصناعة الداخلية، وحتى لو لم تكن كبيرة إلا أن هنالك أشكال من أشكال الشراكات وعندها تعقيدات كثيرة وكبيرة، وبتطلب مننا وعي عشان نحن ما يضيع حقنا الخاص ولا العام. وطبعا القوانين المنظمة لهذه الشراكة أيضا تناولت كافة أوجه الاختلاف والاتفاق فيها، بس بيبقى الفرق بين الآخرين في أن هنالك أشخاص يعرفون الحقوق القانونية، أنه في أول خطوة له لأي شراكة يلجأ لمتخصص في النوع ده من الشراكات. وإحنا هنتكلم بصورة أوسع باعتبار أنه القانون عميق ومعقد، إلا أنه لجأنا لأصحاب الاختصاص، ومنهم دكتور محمد عبدين متخصص في القانون التجاري الدولي والتعاقدات الدولية. صباح الخير عليك. مرحبا. صباح النور. طبعا أنا أشرت لمفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والعام، وطبعا الحوار حيكون فيه تعقيدات كثيرة، لكن يعني نتمنى أنك توصل لنا الأفكار الأساسية اللي بتخلينا نحن عارفين حقوقنا. الناس طبعا بتخيلوا أنه حديثنا ده بعيد عنهم، إلا أنه المجتمع كله متورط في هذا النوع من الشراكة، لأنه إن لم تكن هنالك شراكة جيدة بين القطاع الخاص والعام ما حيكون عندنا شارع كويس، لأنه في كثير من الأحيان تلجأ الدولة للشركات الخاصة كنوع من الشراكة في أنه تشتغلها على بنى تحتية وغير ذلك. طيب في بداية الحوار نتكلم عن مفهوم الشراكة. نعم. طيب افتكر دي فرصة طيبة ان احنا نتكلم على الموضوع الشراكة القطاع الخاص والعام. نعم. واللي معروفة بالـ Triple B PPP نعم. Private Public Partnership. في ظل الظروف ان احنا بنعاني منها من الانهيار المريع في البنية التحتية، يعني صحيح. في حاجة دائما اسمها الـ Positive Action of the State، اللي دي واحدة من حقوقي انا كمواطن. نعم. انه الدولة توفر لي طرق كويسة، توفر لي صحة، علاج، تعليم، بنية تحتية، طرق، مواني وغيره. وده مفهوم تقليدي ومرهق بالنسبة لي أنا كدولة نامية. نعم. السودان كان منتهج النهج التقليدي في توفير الخدمات والوصول العامة، يعني. نعم. وهي في حد ذاتها مكلفة جدا. اللي هي زي مواني، زي مطارات، زي صحيح. قطارات، سكة حديد، هاي ويز وكذا. صحيح. ونحن ملاحظين هسه إن ده كمية من المشاريع الضخمة جدا بما فيها كباري وطرق وسكة حديد معطلة ما مشت لي قدام. والسبب بيرجع دائما استثمار الحكومة نفسها فيها بالضبط كده، أي وعدم لجوء لمستثمر خاص. نعم. النظرة العامة إذا مسكنا الدول الهسة صاعدة، الإمارات على سبيل المثال، بنلقى أنه حصل شيفتينج للخدمات العامة وإدارة الوصول العامة والتشغيل وصيانتها للقطاع الخاص. صحيح. بقى عند القطاع العام هو مخطط استراتيجي ويضع السياسات للخدمات العامة. نعم. نشأت لنا فكرة الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ودي السكيل بتاعها كبير شوية، يعني هي دائما عقد طويل الأجل لتقديم خدمات أو إدارة خدمات أو إنشاء وتشغيل خدمات. نعم. وعندها عدة أوجه وعدة أشكال. نعم. لكن حقيقة من المفهوم الاقتصادي هي دي المخرج الوحيد للدول اللي بتعاني من ضعف في الميزانية الباهلة إنها هي تقدم خدمات البنية التحتية. طيب لو حنتكلم عن الشراكة في أي القطاعات ممكن تكون هنالك شراكة بين العام والخاص؟ هي طبعا المفروض يحصل حاجة اسمها identification of the priorities. نعم. الدولة ذاتها تقعد وتحدد إنه والله يا أخي شنو البرايورتيز حقتي، هل هي الصحة؟ الأولويات، إنشاء منشآت صحية ولا إنشاء طرق ولا إنشاء سكة حديد
ولإنشاء كباري. نعم. دي بالنسبة لنا الدولة لازم يكون عندها ماستر بلان واضح إنه أنا شنو من المشاريع عندي مهمة، ونحن بنعتقد إنه مشاريع البنية التحتية لأنها هي مشاريع معقدة ومكلفة، فبالتالي دي هي الأمثل سيكترز أنا ممكن أشتغل فيهم البي بي بي. نعم، اللي هو مجال العلاقة ما بين القطاع الخاص وال. نعم. طيب ميزة الشراكة دي ممكن تكون شنو؟ أنت أشرت لها مثلا وضربت لنا مثلا بدولة. نعم. الإمارات. لكن نعم. خلينا نتكلم عن إسقاط التجربة نفسها على السودان، يعني إحنا ممكن نشوف شنو إذا كانت هنالك في شراكة حقيقية وجيدة بين الخاص والعام. طيب واحدة من ميزاتها الكابيتال. نعم. يعني أنا عندي مشكلة إنه الموازنة العامة حقتي ضعيفة جدا. نعم. وما بتقدر تستوعب لي مشاريع بنى تحتية ضخمة. نعم. والمتغيرات عندي أنا في الدولة كبيرة جدا، ده إذا أنا انتهيت المنهج التقليدي في إنه أنا كدولة أنشأ الإنشاءات دي. نعم. والمتغيرات كثيرة، يعني في ظروف بتجي، في حارب، في صحيح. سلام، في صحيح. في سيول، في أمطار. صحيح. فده أنا ما بقدر التزم به لفترة طويلة عشان أكمل المشروع. نعم. القطاع الخاص بيجيني بتمويله وبيجيني بخبراته. صحيح. أنا هسي في القطاع العام عندي مشكلة ال ما في thinking out of the box، يعني أنا لما يعمل خارج الصندوق procurement أو توريد لمشروع جديد الزول اللي بضع لي ال specifications بفكر بالنمط التقليدي. نعم. والله يا أخي أنا داري أجيب حاجة أقدر أصينها. نعم. وأقدر أديرها، لكن القطاع الخاص ممكن يجيني بحلول مبتكرة. صحيح. مثلا أنا لو عايز أنشئ مطار. نعم. القطاع الخاص ممكن يجيني بأفكار مبتكرة جديدة. نعم. اللي هي تتمثل في إنه يكون في أسواق في المطار، يكون في مولات. نعم. يكون في paid parking، يكون في تفاصيل كثيرة. نعم. متعلقة بشكل الانفستمنت. طبعا بذكر المطارات أو عموما المنشآت العامة، يعني في التجربة السودانية بالذات في ظل النظام السابق كانت هنالك في شراكات، بعض الشركات حاولت تشغل مؤسسات إلا أنه لم تكن بالجودة اللي ممكن يتمناها المواطن السوداني، أو على أقل تقدير خلينا نقول يعني أقل حاجة أنت ممكن تلقاها في المؤسسات دي. فهنا سؤالي أنا عايزة أبنيه على كمان تخصصك نفسه كقطاع خاص. طبعا بالتأكيد أنت بتجي عشان تستثمر مع القطاع العام ويكون أنت عندك مردودك، فبالتالي مفروض القطاع العام يحافظ على شكل الخدمات، فهنا العلاقة كيف ممكن تكون؟ طبعا واحدة من ميزات الـ الـ الشراكة دي بين القطاع العام والخاص عندها ماني فورمز. نعم. هل أنا القطاع الخاص داري أجيب ويدير لي خدمات؟ يعني مثلا. نعم. أديه الهيئة القومية للمياه. نعم. يدير لي وبسيرتين كونديشنز، يضمن لي أول حاجة إنه المويه واصلة لكل التارجتس اللي إحنا خدتينا عليه. نعم. استمرارية الخدمة، لو في ماسورة كسرت. نعم. المينتنس بتاعي يتم في الوقت المعني. نعم. على ضوءها هو بكون حريص على ريتين في انفستمنت، مش كده؟ نعم. وفي نفس الوقت أنا القروشي له إذا أنا بديه قروش بيكون مربوطة بإيفاء شروط معينة. نعم. إذا مسألة الرغابة والسوبرفيجن بالنسبة لي مهمة جدا في نجاح الخدمات. نعم. أي وأنا بفتكر الشراكة دي هي كل ما كانت كل ما كان فيها مساحة للقطاع الخاص كل ما كان الأداء أفضل. ليه؟ لأن القطاع الخاص استثمار في خدمات عامة وفي بنية تحتية مكلف جدا. نعم. وده يضمن ريتين اوف انفستمنت أو عائد. نعم. الاستثمار. نعم. بتاعه. فبالتالي أنا واحدة من حاجات اللي بخدتها عليه هو لا أنت ما تعمل لي تمشي كده، ده النمط التقليدي للإنشاء. لا. أنت you have to build الحاجة دي. نعم. cooperated and then بعد 20 سنة to transfer it للحكومة تبقى حقتي، لكن. نعم. خلال 20 سنة أنا بقدر أضمن أنه عندي long term service. نعم. خلاص وفي efficiency، يعني الخدمات بتقدم لي بشكل ممتاز لأنه في النهاية your investment في نهاية تستمر. نعم. yes. فدي ده مفروض الموديل ان احنا نتبناه لشكل شراكة. طيب يا دكتور كمان في جانب لازم احنا نتكلم عنه، حكومات دول العالم الثالث احيانا بتلجأ تكون انها هي القطاع الخاص، يعني الحكومة تكون عندها شركات خاصة، فهنا دي كيف انتوا بتتعاملوا معها في مجال القانون؟ وهل هي دي يعني نوع من اشكال إدارة الأعمال الناجحة انه انت كقطاع عام يكون عندك قطاع خاص؟ هو طبعا كان ممكن السؤال يعني او السؤال بيدور في ذهني انه ليه نحن السودان ده
نحن عايشين في الوضع المريع ده لنا فتره طويله من الزمن يعني. ليه ما فكرنا في الشراكات دي؟ في ناس ويلا يخشوا معي. انا عندي مشكله نحن كعالم ثالث عندنا مشكله الاستقرار السياسي. صحيح. انا كنت عايز اسال فيها يعني احنا كيف انا كقطاع خاص اجي كيف اعمل شراكه مع قطاع عام لحكومه انتقاليه؟ انا ما عارف. انا يس انا واحده من مشاكلي الاستقرار السياسي. صحيح. ومشاريع البرايفت بابليك بارتنرشيب لازم يكون فيها بوليتيكال سبورت. نعم. ما انا كانفستر لو ما لقيت دعم سياسي ما بقدر اجي. نعم. يبقى الاشكال وين؟ عدم الاستقرار فيه متغيرات كثيره، نحن انتقال السلطات عندنا ما زي العالم الاول. صحيح. فبيجي زول بيفتكر انه والله بناهض كل السياسات اللي تمت، حتى ايفن العقود اللي تمت. نعم. وعندنا امثله كثيره ممكن تكون ظاهره للعيان. صحيح. يعني. صحيح. الشيء الثاني ترانسبيرنسي. البرايفت بابليك بارتنرشيب دي دايره ترانسبيرنسي واضحه. نعم. ولازم انا اروج، وده شغل اعلامي طبعا. نعم. اروج للمشروع بدايه لانه في سوشيال امباكت، انه والله يا جماعه نحن حنعمل المشروع الفلاني، المفروض ده والله بيضيف لنا بينفيتس للاقتصاد العام المحلي لللوكال لكده. ده ما موجود عندي. ده ما موجود. نعم. عندي انا ما عندي ترويج للمشاريع. نعم. فدي كلها من الاشكالات. الاشكال الثالث متعلق لي بالسياسات بتاعت الدوله ذاتها، وفيما فيها سياسه التعامل مع النقد الاجنبي. انا كانفستر جيت وكبيت قروش. نعم. داير دولار عشان انا اجيب اكويبمنت. نعم. معداتي. ما عندي سيوله كافيه، يعني انا ما عندي دولار هنا كافي. نعم. الشيء الثاني انه انا الانفستمنت حقي بتاع 20 سنه ده مع انهيار العملة المريع ده، كيف أنا بقدر بعد ذاك أحقق منه بروفيت، وكيف أنا أقدر أطلع قروشي برا؟ نعم. فدي كلها مشكلات حقيقة دايرة عين، دايرة فيجن، إنه والله يا أخي نحن كيف نقدر نشجع الاستثمار أو تأتراكت. نعم. البرايفت سيكتور عشان يخش لي في المجال بتاع الشراكه مع القطاع. نعم. العام. طيب طبعا المحاور هي كثيره وكبيره، واحنا حناخد منك وعد انه يكون عندنا فقرات كثيره معك يا دكتور، لانه حقيقه احنا محتاجين نتعرف على الجوانب المتعلقه بالشراكات المختلفه. لكن خلينا نقول الان في ظل الموقف الموجود السياسي، وهنالك شراكات بين القطاعات الخاصه والقطاع العام، قانونيا كيف نحن ممكن نديرها؟ يعني انا كصاحب عمل خاص كيف ممكن انا ادير علاقتي مع القطاع الخاص او العام؟ هل انا مثلا الجا لمحامي يمارس المهنه باشكال مختلفه، ولا الجا الى محامي زي حضرتك متخصص في القانون التجاري وهو اللي يضع لي العقد بيني وبين مؤسسه القطاع العام؟ هو طبعا المسألة لما تصل مرحلة التعاقد، أي طرف طبعا حريص على حقوقه، لكن نحن بنفتكر إنه أخطر مرحلة في الشراكة بين القطاعين. نعم. غير ترتيب الالتزامات بتاعت كل طرف في العقود. نعم. هي بتبقى لي في إدارة الكونتراكت ذاته، دي ما تسمى لونج تيرم انجيجمنت، إدارة العقد. نعم. والمتغيرات اللي ممكن تطرى لي على العقد، في متغيرات. نعم. سياسية ممكن تحصل، في متغيرات اقتصادية، اسعار المواد ممكن يرتفع، ممكن يصير سعر العمله، ممكن يكون في مشاكل اجتماعيه. نعم. اهالي يرفضوا المشروع، فلازم يكون عندي بروبر تشينج مانجمنت بلان. نعم. سواء كان في القطاع العام او الخاص. نعم. ودي افتكر واحده من محفزات النجاح للشراكه دي يعني. نعم. يس. لكن لابد انه العقد يكون وده الفورم. نحن مشكلتنا طبعا الاويرنس، يعني نحن. نعم. الوعي. الناس لسه ما وعت بمساله شنو شراكه بين قطاع وخام وخاص. لا. نعم. هي ما مساله انك انت بس عندي تعاقد مع الحكومه، لا. نعم. هي مساله ريل انفستمنت لقطاع خاص حقيقي في مصالح عامه او. نعم. خدمات عامه. نعم. وممكن تكون يعني هي إسهام برضو من صاحب القطاع الخاص في تقديم خدمات جيدة بالشراكة. نعم. مع القطاع العام، لأنه حقيقة يعني لظل الظروف اللي احنا. نعم. بنمر بها. يس. يعني نحتاج لخطوات من العمل والأمل. صحيح. في أنه يكون عندنا مؤسسات مدارة بطريقة كويسة. صحيح. أنا مع الأسف الشديد حاختم عند المحور ده، لكن حاخد يعني كوعد منك انت قدمته لنا انه في المرات القادمات حنتكلم عن العقود التجاريه الدوليه ان شاء الله، والتعقيدات اللي بتحكمها. يعني هنالك قانون دولي يحكم، لكن هنالك ايضا السياسات الداخليه للدول والتقاطعات، ولانه حقيقه الدول المتقدمه مبنيه على الاستثمارات الخارجيه اكثر من الداخليه. صحيح. شكر وتقدير لك دكتور محمد عبدين. وفي الختام معك احنا طبعا بنحتاج لنصائح قانونيه
لصاحب عمل وعنده الرغبة في أنه يشارك القطاع العام؟ نحن من أهم حاجة يعمل شنو؟ نحن من حسن الحظ عندنا تشريع سنة في 2000 في السنة في العام الماضي يعني اللي هو قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. وأنا أفتكر ده قانون لو تم تفعيله ممتاز جدا. بيشمل لي كل الشروط المتعلقة بالشفافية وطريقة تحديد المشاريع وأولوياتها وحماية حقوق القطاع الخاص وكذا. نحن نفتكر إن المسألة دي خطوة للأمام حول ترتيب وتنظيم العلاقة بين القطاع العام والخاص. لكن الناس ستيل تبقى واضحة في كل يعني بقول لك good contracts make good friends. صحيح. فالناس تعمل على إنشاء عقود مرتب ما يبقى اندفاع ساين وانا لقيت مشروع كبير ولا اللي هي الثقافه السودانيه بتاعت الطيبه والوعود الكلاميه والشفافيه. يبقى ترتيب العلاقه بشكل واضح والتزامات كل طرف وحقوقه وضماناته ودي ان شاء الله بتعدي لنجاح ودي ما فيها عيب لانه كونك انت طالب بحقوقك يعني. انا بشكرك كثير دكتور محمد عبدين المتخصص في القانون التجاري الدولي والتعاقدات الدوليه وتكلمنا عن الشراكه بين القطاع العام والخاص. شكرا لهذا الحضور. شكرا.